طيب أريد أن أفهمها منك أكثر هذه القضية حقيقة دكتور جمال، لأنه في جدل حتى يعني قائم الآن عن أنه هل يمكن التنبؤ بوقوع الزلازل في وقت من الأوقات، وأنت تعلم بالتأكيد ربما اطلعت على تغريدة لباحث هولندي في هذا الإطار أثارت مؤخرا الكثير من الجدل. سأعود إليك حول هذه النقطة بالتحديد، لكن اسمح لي أعود إلى ضيفنا في الشمال السوري الأستاذ مصطفى العاصي. أستاذ مصطفى، بالنسبة للجرحى والمصابين من تم إنقاذهم، هناك حديث عن وفاة عدد كبير منهم بعد إنقاذهم، هل هذا صحيح؟ نعم، في الحقيقة هناك العديد من الأشخاص التي توفوا بعد أن تم إنقاذهم. السبب طبعا يعود إلى أنهم يعني بقوا أكثر من 24 ساعة أو 35 ساعة يعني تحت هذه الإنقاذ، فتم وكانت إصابتهم بليغة نوعا ما، فتم إخراجهم يعني بشكل متأخر للأسف، وبعد أن فقدوا الكثير من الدماء، وبعد أن كما نعرف الآن أن درجات الحرارة متدنية جدا في الشمال السوري، فهذا أثر على صحتهم وعلى يعني حياتهم المحصلة. إلى أي مدى بالفعل الأمر متعلق بضعف الإمكانيات؟ لأنه في تركيا نتحدث عن دولة ومنظمات مختصة وإدارات للكوارث وأطقم وكل ما يتعلق بهذا الأمر من إمكانيات ولوجستيات ومعدات، والأمور تبدو صعبة جدا في تركيا، فما بالنا بالشمال السوري المنكوب أساسا؟ تماما، الشمال السوري يعني أساسا منكوب، ووقعت هذه الكارثة الإنسانية. في الحقيقة الاحتياجات يعني ترقى إلى مستوى كبير جدا، يعني تفقد المنطقة كافة الاحتياجات، ولا سيما وأهمها أدوات المساعدة في الإنقاذ والبحث من جرافات وآليات كبيرة وفرق متخصصة في عمليات الإنقاذ والبحث. يعني فرق الإنقاذ هنا تفتقد إلى هذه المقومات، وبالتالي كما ذكرت سابقا أنها تعمل بإمكانيات بسيطة جدا بالحقيقة، وإمكانيات يدوية، ويعني هذه الأمور كلها تؤخر في عملية البحث والإنقاذ، وبالتالي تؤثر على حياة هؤلاء الأشخاص العالقون تحت هذه الإنقاذ، لأنها تتأخر بشكل كبير، يعني في يومين من يعني